هلو، ازيكم حبيبين؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقه تجارب اغرب المنتجات العشوائيه من الانترنت. كنت اتواصلت مع اطباتس ايجيبت عشان اجرب اغرب المنتجات اللي عندهم، وهم بعتولي كميه مش طبيعيه من المنتجات. بس قبل ما ندخل في فيديو النهارده، حابه اشكركم جدا على تفاعلكم على اخر فيديو. استنوا لاخر حلقه النهارده علشان هيتم الاعلان على الثلاث اسامي اللي كسبوا في الجيف اواي اللي فاتت، وهياخدوا منتجات غريبه جدا وحلوه جدا من اطباتس ايجيبت. ويلا بينا على باقي التجارب. يسرى تجارب. اوكي يا جماعه، بعتلي الشيء ده. هو زي بيت كده للعصافير حرفيا، ومرسوم من عليها من ورا مفاتيح، وحد بيصفر بس انا مش فاهمه اي حاجه. اوكي بصوا يا جماعه، ده كده بيبقى شكلهم، بيبقى العصفورين قاعدين ومفاتيحكم المفروض ان هي بتكون من تحت، هي بتتلزق كده، فيها اللزق بتاعها دبل فيس جنب باب الشقه. كيوت جدا. ولكن الغريب في الموضوع انه علاقه المفاتيح دي فيها صفاره، تقدروا تستخدموها صفاره النجده. يا وداني، هي ازاي عاليه كده؟ لا هي نجده يعني. اوكي، هو حرفيا دي من اجمد الحاجات في الزمن الاخبر اللي احنا بقينا عايشين فيه. انا لو صوت صوتي مش هيبقى عالي كده. مش هبقى يخطفكم، طلعوا الويسل دي من الشنطه. Stop it. Get some help. لا جام. يلا بينا على اللي بعده. بصوا بقى، لما تلاقوا شخص لابس بدله كده وحاطط القلم كده في جيبه، وان هو بقى شخص مثقف، قلمه جنبه علشان يمضي الشيكات الدنيا واقفه عليها، اول ما يطلع القلم من جيبه تلاقوا الشيء ده. حرفيا يا جماعه، دي اكتر حاجه تافهه ولكن مهمه في حياه اي شخص. تطلع على طول، وفكره القلم يعني اوسكار كرييتيف انه يدمجها مع الهراشه. لا الصراحه، بصوا لقيت ايه؟ رب تقريبا بوك مارك ممكن تشوفوها في حياتكم. بصوا ده كده شكلهم، صراحة شكلهم حلو جدا والوانهم خطيره. انا متاكده صراحه ان انا هديهم لنوع ان هي بتقرا كتير جدا. بس ان انتم تحطوها في اي كتاب فتبقى الايد كده طالعه من فوق بالمنظر ده، انتوا متخيلين ان انتم تلاقوا كتاب طالع؟ اوكي يا جماعه، والمنتج اللي جاي وهو صابونه الستانلستيل، ودي صح انا كنت جربتها قبل كده، ومن اقوى الاختراعات ومن اكتر كمان الفيديوهات اللي نزلتها على التيك توك واليوتيوب شورتس، وعملت ضجه كبيره جدا وريتش عالي. فهسيبكم مع الفيديو وتعرفوا طريقه الاستخدام بتاعتها ايه. ترى الصابونه الحديديه هتلاقوها بتتباع في كل الاماكن اونلاين، ودي بتمتص الريح. هتستخدميها تحت الميه كده وتحركي صوابعك عليها كويس وايديكي واي مكان لمس الثوم وبس كده. ومن النهارده باي باي لريحه الثوم، جربي وهتدعي. اوكي، وبعتلي كمان الميداليه دي، صراحه هحطها في شنطه فروحه بس الكواليتي بتاعتها تقيله. وبعتولي دي كمان، وهي الغطيان السيليكون، وبيكون فيه منها مقاسات مختلفه. بصوا ده فكرته انه بيكون زي غطا سيليكون كده، بتقدروا ان انتم تحطوه على اي حاجه وبيقدر ان هو يغطيها، خصوصا الناس اللي زي حالاتي كل علبه موجوده عندهم في البيت ملهاش غطا، او مثلا لو في حاجه متبقيه في كوبايه مكان اولادكم او كده، تقدروا ان انتم تغطوه علشان يرجعوا يشربوها. خلينا ناخد اول علبه اللي هي المدوره، اللي هي دي اسهل ليفل المفروض. قفلت. هل الاختراع ده شغال ولا لا؟ لحد دلوقتي شغال، بس مش هنحكم عليه لحد ما نجرب الحاجه الثانيه اللي هم برضو قالوا عليها، ان هو يقدر يغطي الشكل المربع واي شكل عندكم في المطبخ. بص عملت. يا جماعة الصندوق كل ما بننزل فيه كل ما بيطلع حاجات غريبة وحاجات مريبة، وربنا يستر. بقى اديني الاختراعات الغريبة، تعالوا هنا بقى علشان لقيت لكم حاجة مش غريبة، لا مريبة، في الصندوق اللي جنبي ده. هو انا مش عارفة اجيبها لكم ازاي، بس ده حرفيا زي ما انتم شايفين، دي مناديل حمام بس بتتكلم. انا بجد مش عارفه اللي اخترع الشيء ده كان بيفكر في ايه، بس هو اكيد كان بيحس بالوحده في الحمام. فكرتها بكل اختصار ان هي فيها من هنا زرار التشغيل والقفل، وفيها زرار ريكورد، وان انتم تسجلوا اي حاجه عايزينها تقولها وقت ما يكون في حد بيستخدم الحمام، بتقول لهم الرساله بتاعتكم. اعتقد الشيء ده هيقدر يوصل رسائل غريبه في اوقات غريبه محدش تاني في الدنيا كلها كان ممكن ان هو يوصلها. فيلا بينا نحط فيه البطاريات ونجربه، لان الصراحه انا مش متخيله ان في عقليه بشريه جالها قلب تعمل اختراع زي ده. يلا بينا دلوقتي هنجرب مع بعض واحده من اخطر التجارب اللي مرينا بيها. للاسف ما قدرتش اصور في نفس اليوم لان ما كانش عندي بطاريات، فاخيرا جبنا البطاريات ويلا بينا نشوف الكوكب وصل لفين.
اول حاجه جوه هنا كده كان مكان البطاريات، فانا حطيتهم. وبعد كده بنقوم قافلين ده كده، فاول حاجه هنقوم مشغلين ده، وبعد كده هندوس على ده المفروض ونقول الكلام اللي احنا عايزين نقوله. الصراحه مش عارفه المفروض واحد في الحمام لما يسحب مناديل يسمع ايه، بس خلونا نبتكر. اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه الرساله اللي انتم هتخلوها لضيوفكم في الحمام. من فضلك لا تنسى ضغط السيفون، مش ناقص اعرف. المفروض ان الرساله اللي الكوكب وقف عليها سجلها هنا. جاد يا جماعه الحوار، تخيل نفسك قاعد عند ضيف وبتسحب البتاع وفجاه. دي حرفيا واحده من الاختراعات اللي بتاكد لنا ان احنا لازم النيزك يقع علينا قريب. حرفيا هو منتج غريب وعجيب، شغال، هو شغال جدا، بس هل هستثمر بيه في حمامي؟ والله دي ترجع بقى لذوق كل واحد وهو وضيوفه بقى. المساحه الشخصيه بتعيط في الزاويه. الشيء ده احتاجاه في حياتي بوجود فرح. حرفيا فرح، حرفيا اكتر طفلة عشوائية في الكوكب بتفتح شنطتي في اوقات عشوائية وتطلع منها اكتر حاجات عشوائية قدام اكتر ناس عشوائية. واخر منتج غريب للفيديو بتاع النهارده، لان انا حرفيا خلاص هبط، انا بقالي ساعتين بحاول اجرب كل الحاجات اللي في الماسوره اللي ضربت فيا بجد. ماسوره منتجات غريبه طلعت في وشي من الصندوق ده. اخر منتج للنهارده وهو الازازه الغريبه المليانه استخدامات مختلفه، ودي على فكره كنت جربتها معاكم في فيديو قبل كده، كان ليها استخدامات كتير، واحلى حاجه ان هي ما بتاخدش حيز كبير خالص في المطبخ. لقد هرمت من اجل هذه اللحظه. فكده حلوين نكون خلصنا فيديو النهارده، ونحب نشكر اوت باتس على كل الحاجات الحلوه والتجارب الغريبه الناجحه جدا. ودي اكتر لحظه كلنا متحمسين لها، وهي لحظه الاعلان على الثلاث فايزين. مبروك للثلاثه اللي كسبوا معانا النهارده. في حد هيتواصل معاكم من اوت باتس ايجيبت علشان ياخد بياناتكم ويبعت لكم الجفت بتاعتكم. واثقه ان انتم كمان هتحبوه، هسيب لكم تحت اللينك بتاع اوت باتس ايجيبت في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف، عشان لو حد عايز يجيب اي حاجه من المنتجات الغريبه الجامده جدا اللي احنا جربناها النهارده. وما تنسوش لو عايزين بقى بارت 3، لان من الواضح ان احنا عملنا بارت 2 بسبب طول الحلقه. صح، ما كنتش عايزه انها الصراحة، انا بقيت 90 سنة بسوق، انا حاسة ان انا هبطت من كتر التجارب يا جماعة، محتاجة ان انا اقفل الكاميرا دلوقتي. فهستناكم الفيديو الجاي، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ولحد الفيديو الجاي توحشوني جدا، شكرا جدا جدا ليكم، نكم هنا.